بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ دكتور محمد شاكر، أستاذ الأشعة التداخلية في طب عين شمس. وإحنا النهاردة في هذا المؤتمر للأشعة بنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم قطاع كبير من المرضى، وهو موضوع علاج تضخم البروستاتا الحميد بالأشعة التداخلية بدون جراحة بالقسطرة العلاجية. التضخم البروستاتا الحميد الحقيقة بيصيب قطاع عريض جدا من الرجال، يمكن 50% من الرجال فوق سن 50 بيصابوا بهذا المرض. هو مرض شائع بيحصل فيه زيادة في حجم البروستاتا مع التقدم في السن. البروستاتا لما بتكبر بتضغط على عنق المثانة وعلى قناة مجرى البول، وده بيؤدي دايما إلى صعوبات في عملية التبول، وبالتالي بيبقى المريض محتاج ان هو يعالج هذا المرض بسبب هذه الاعراض المتسببة بهذا التضخم. العلاج المبدئي بيبقى العلاج الدوائي. في مرضى بتستفيد من العلاج الدوائي، لكن في كمية كبيرة من المرضى لا تستفيد من العلاج الدوائي، وفي الحالة دي لابد من التدخل. التدخل اللي احنا بنعمله كبديل للعلاج التقليدي وهو الجراحة هو التدخل بالأشعة التداخلية، بيبقى بدون جراحة، بدون تخدير عن طريق القسطرة العلاجية. بنقدر ندخل بدون تخدير كلي، مجرد مخدر موضعي مكان دخول القسطرة من شريان الفخذ، نوصل بقسطرة رفيعة لغاية شرايين البروستاتا، نشوف التفرعات اللي بتغذي هذا التضخم الحميد في البروستاتا ونقفل هذه التفرعات بحبيبات طبية دقيقة جدا تؤدي إلى قطع التغذية عن هذا التضخم الحميد أو هذا الورم الحميد، وبالتالي يضمر ويقل في الحجم ويرفع الضغط عن عنق المثانة وعن قناة مجرى البول، وده يؤدي إلى اختفاء الأعراض اللي بيشتكي منها المريض، وده بيحقق نسبة نجاح تصل إلى 90-95% من الحالات. آمن جدا مقارنة بالتدخل الجراحي، بنقدر نتجنب المضاعفات الجراحية اللي ممكن تحصل في الجراحة التقليدية زي ارتجاع السائل المنوي في المثانة، زي سلس البول، زي لا قدر الله النزيف أو أي إصابة لأي من الأعضاء المحيطة بالبروستاتا. وبيقدر المريض، الميزة التانية في الطريقة دي العلاجية إنه بيعمل العلاج ويقدر يمشي في نفس اليوم في خلال ساعتين إلى ثلاثة، ويقدر يمارس نشاطه من اليوم التالي مباشرة كأنه ما عملش أي حاجة، ويبدأ يحس بالتحسن في خلال أسبوع إلى أسبوعين من جلسة العلاج. وشكرا جزيلا.